أهلا وسهلا بكم، أنا دكتورة نهاية مسمار من تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا. الصحة النفسية هي حالة من سلامة المشاعر والعقل والسلوك والتفاعل الاجتماعي، وهي بنفس أهمية الصحة العضوية من أجل الحصول على حياة أفضل، لأن الحالة النفسية المتوازنة تمكن الاستمتاع بالحياة والتكيف مع مصاعبها وزيادة الإنتاج في العمل وكمان الحصول على علاقات إنسانية صحية ومتناغمة. للأسف المجتمع أحيانا يقسم المريض النفسي بالعار، ولأنه مرض غير مرئي للآخرين بيكون من الصعب الكثير من الناس أنهم يعترفوا بأنهم بيعانوا من المرض النفسي ومحتاجين الدعم. المرض النفسي ممكن يتخذ عدة أشكال، منها الاكتئاب، التوتر، القلق، الأفكار والمشاعر السلبية اللي لا يمكن السيطرة عليها، والمسببات ممكن تكون وراثية أو صدمات نفسية. بعض الإشارات التي تدل على الإصابة بالمرض النفسي وأنه عليك المبادرة إلى العلاج هي تغيرات في المزاج تأثر على نمط الحياة، الشعور باليأس، تدني مستويات الطاقة، تغيرات في نظام النوم، فقدان الشغف أو عدم الاهتمام بالأشياء التي كانت ممتعة سابقاً، الأفكار المزعجة واللي لا يمكن السيطرة عليها، سمع أو رؤية أشياء غير واقعية، التفكير في أذية النفس أو الغير، صعوبات في العلاقات الشخصية أو عدم القدرة على العناية بالنفس. في حاجات كثيرة ممكن فعلها للحفاظ على الصحة النفسية، من ضمنها التغذية السليمة، التمارين الرياضية المنتظمة، الحصول على قسط كافي من النوم، ومعرفة كيفية التعامل مع التوتر وضغوطات الحياة. وفي مهارات وتغيرات سلوكية ممكن تنميتها تساعد على التعامل مع مصاعب الحياة والنظرة إليها وطرق التكيف معها. في كمان أخصائيين ممكن يساعدوا على تنمية المهارات دي. وكمان من المهم تعزيز علاقاتكم والحصول على نظام دعم جيد. تذكروا إن العقل السليم في الجسم السليم والعكس هو صحيح. نحن في تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا عايزين نأكد إنه لا بأس أن لا تكون بخير. كلنا بنمر بأوقات تكون فيها حالتنا الذهنية متدنية، ومن المهم إنك تعرف متى تحتاج الدعم والمساعدة. عايزينكم تعرفوا إنه إنكم ما براك ما بتحسوا بكذا، وإنه في مصادر مساعدة نفسية للمحتاجين. والأهم من كذا عايزين نأكد إنه لا عار ولا حرج من المرض النفسي، وإنه المرض النفسي مثله كمثل أي مرض عضوي، وإنه المعاناة من المرض النفسي ليست خطأ من الشخص المصاب وليس على المريض الإحساس بالذنب. نحن تجمع الأطباء ملتزمين بالتركيز على الصحة البدنية وأيضا النفسية للمجتمع السوداني، وحنقدر نقدم لكم فيديوهات نشرح فيها كيفية تنمية المهارات السابقة ذكرناها للعناية بالصحة النفسية. فالرجاء متابعتنا هنا على السودانية S24 وعلى قنواتنا في مواقع التواصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات عن العناية بالصحة. نتمنى لكم الصحة والسعادة. إلى اللقاء قريبا.